ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين حبايب قلب اختكم النهارده بقى جايه بروتين سريع جدا جدا مش هياخد معانا وقت خالص بس انا تعبت فيه جدا 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 ومحتاجه اللايك بتاعك وحاولت اسرع نفسي عشان الحق انزل لكم الفيديو فعملت تكه كده زي كده فالبلكونه نطفت كانت الموضوع بالبساطه دي أه بصي يا قلب اختك انا بقيت اصور قبل وبعد قبل وبعد عشان ما اطولش عليكم الفيديو عشان ما ادخلكوش في تفاصيل كتيرة فانا حبيت ان انا اوريكم بس ايه التوتال يعني بتاع العيد واللي انا حاجات اللي انا عملتها طبعا يعني انا بادئه العيد يعتبر مش مجهزه له خالص بس الحمد لله طبعا العيد ده من شعائر الله وما يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب يعني لازم نعظم شعائر الله ولازما نفرح ونبسط ونعلق الزينه ونكبر ونهني الناس ولو معانا عديات ندي للاطفال عديات ومفيش منع ان احنا ندي للكبار كمان يعني ادوني انا انا اقبل التبرعات والاعداء جدا هنا بقى آه خلصت البلكونة سريعا ودخلت بقى على الغرفة التانية بتاعت رابونزر وقعدت بقى ايه ان انا انضفها وكان عندي هدوم كتيرة قعدت اطبقها وانقض الهدوم والمهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين انا صاحية من بدري عشان انا الميه عندي كانت قطعة قبل يوم الوقفه بيوم ففضلت مستنيها لحد بعد الفجر الميه ما جاتش وقعدت بقى آه يعني ايه قلت اظبط المنبه اقوم الساعه 8 ظبطت المنبه وقمت الساعه 8 الصبح مليت الميه وبدات ان انا اروق كل ده والعيال نايمه ولحد ما خلصت الفطار وعملت كل حاجه وهنا بقى الغرفه بصوا بقت جميله ازاي وكيوته خالص على قد ما قدرت عملت والمهم ندخل آه السرور كده على قلب أولادنا وندخل السرور في المكان وكل عيد وانتم منورين وكل عيد وانتم معايا ولو لسه ما اللايك حط اللايك فضلا منك وليس امرا اعتبري العيديه بتاعتي دوسي على اللايك واكتبي لي بقى انت خلصت الشقه بتاعتك امتى اكيد طبعا كلكم مخلصين من قبل بكتير انا لسه مخلصه يوم الوقفه قبل الفطار وفي حاجات عملتها بعد الفطار وكل ده صورته لكم يعني اللي عملته قبل الفطار صورته واللي عملته بعد الفطار كمان صورته وهنا بقى الاكسسوارات والتوك والمونيكير وال عارفه الملمع والحاجات بتاعت رابنزل والحاجات دي كمان جايبه ضوافر بقى لا هي بص مهتميه بذات نفسها جدا يعني هي مهتمه اكتر مني كمان بالحاجات دي انا مش قوي يعني بس عادي بحبها برضو بس هي اكتر الصراحه فهي دي الحاجات بتاعتها وهي اللي مرصصاها كده وبعد كده خدتكم جوله كده سريعه في البلكونه بعد ما خلصتها والاوضه وبعد كده هنطلع واحده واحده في الشقه ونخلصها ان شاء الله اكتبولي لي بقى عملتوا كحك العيد السنه دي وبسكويت وكده ولا اشتريته من بره تمام علشان انا عملت كحك وبعد كده عملت بسكويت عملت البسكويت ده امبارح بالليل وما للاسف لاني ما كانش عندي وقت خالص وهنا بقى الريسبشن زي ما انتم شايفينه عامل ازاي بجد وتغيير بقى ستاير وتنظيف اه وتنظيف ومسيح وكل حاجه هعمل كل حاجه تمام وهنا بقى ايه آه برضو القطعة التانية فوق كده زي الريسبشن وتحت كده اللي هي الترابيزة والكرسيين اللي هنحطهم زي يعني السفرة صغنونة فقلت بقى ان انا ايه اظبط كده وطبعا الستارة بتاعت النور دي سبتها يعني هي عادي تنفع في رمضان وتنفع غير رمضان خصوصا ان هي ما هلال ولا فوانيس ولا الكلام ده هي عبارة عن ستارة بتدي بهجة كده وفرحة العيد برضو انتظروا بقى روتين اول يوم العيد علشان هيبقى جامد جدا وبصوا المبخرة دي كانت جاية لي هدية فقولوا لي ايه رايكم في الجمال والعسل ده بصي عجبتني جدا جدا ومتينه كده وحلوه هي مبخره والعلبه اللي في اللي جنبها دي بيتحط فيها البخور وانا شغلت القران بقى وطبعا انا النهارده هعمل محشي آه بس يعني هو يعني انا عندي الرز بالخلطه كنت انا عامله محشي قبل كده وبقى عندي حبه فجبت ايه آه بعت آه رابونزر جابت لي طبقين كوسه وبتنجان متقور فحشيت الرز على طول وحطيته على النار يعني ما خدش معايا وقت وهنا بقى ايه ريسبشن كده نظفته وقولولي ايه رأيكم بالله عليكم لان انا بجد تعبت فيه ومحتاجة رأيكم محتاجة ان انتوا تحطولي اللايك وتقولولي ايه رأيكم في الشقة كده احسن واوسع يعني شلت بقى كده يعتبر كل حاجة ملهاش لازمة بقيت اشيلها وكده واخلي الحاجة كده ايه هادية ورايقة والكلام ده بحب جدا ريحة البخور وبحب جدا انا اصلا من عشاق المباخر فاي حد من صحابي خارج مصر يعني بيكلموني مثلا يقولوا لهم احنا نازلين مصر وعايزين نجيب لك حاجه نجيب لك ايه قلت لي مبخره وبخور هاتيلي مبخره وبخور، عايزه اقول لكم انا عندي كميه مباخر وبخور م م من كل صحابي، يعني صحابي في قطر، وصحابي في الامارات، وصحابي في الكويت، وصحابي طبعا في السعوديه حبايبي واخواتي اللي مدلعيني بالبخور بتاعهم، يعني ما شاء الله في كل حته، اللهم بارك، ربنا ي يخليهم ويحفظهم. نيجي هنا نخش على الاوضه بتاعت اللي شبه الخرابه ونعمل بوم، ما اتعملتش، طيب، مش حاولت اعمل الحركه السحريه ما نفعتش، حبيت اقول لكم ان الاوضه كلها كركبه وكلها شقلبه وان انا حرفيا تعبت جدا وبس قلت يلا بقى يا نوجه مش مشكله يلا كل عيد وانت طيبه يا بت يا نوجه خصوصا ان انا اصلا بقالي فتره ما بعملش حاجه عشان كنت مع مامتي فيلا مش مشكله روقه على الولاد وهنا روقت الاوضه بقى وقفلت الشبابيك وهنا بقى عملت لكم جو ايه رومانسي انا حاولت على قد ما اقدر ان انا انظم كده آه الأوضة وهنا دي ملاية سرير كانت عندي يعني كنت جايباها من فترة وكنت جايباها جاهزة مش تفصيل ولا حاجة وكنت جايباها من التوحيد والنور حتى دلوقتي بقت الموضة يبيعوا لك الملاية بتاعة السرير والكيسين بس المخدة ما فيش مخدات طويلة دي هنا بقى الأوضة بقى وكنت حاطة فيها الإضاءة اللي بتقيد وتطفي دي كانت حلوة وبعد كده بعد صلاة العصر كان الولاد بقى صحيوا واتصلت إيه بالحنانة الحنانة دي سودانية ورسمها حلوة جدا فقلت بقى ايه احنا متعودين كل عيد نرسم حنة وكده فقلت يلا بقى بعد ما خلصت وكل حاجة قلت بقى ارسم الحنة عشان لما اجي احمى رابونزر حمية العيد او اخد انا الشاور بتاعه وكده يبقى الدنيا كده تمام وتمام. هنا بقى انا رسمت حاجات بسيطة جدا والرسمة دي ما كانتش عجباني قوي بس عادي خلاص قلت خلاص هي كده كده اترسمت وبعد كده رابونزر بقى الرسمة بتاعتها اللي على ايديها دي كانت عجباني اكتر وجميله جدا جدا و آه آه لها على ايديها الاتنين وعلى رجليها كمان بصوا بقى شكلها روعه 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 وهنا بقى بعد المغرب كنا فطرنا خلاص وبدات ان انا بقى ايه هطلع الحلويات والحاجات والحاجات دي اوريها لكم في روتين اول يوم العيد وانا بحضر بقى السفره بتاعت العيد كده والحلويات ونا الشوكولاته دي كانت جايه هديه برضو انا يا جدعان ما بشتريش الحاجات الغاليه دي الاعتراف بالحق فضيله يعني مش هقول مش عارفه إيه وهنا الكحك حطاه في العلب دي وهنا البسكويت فور اللي انا عاملاه برضو عملت كيلو بوتيفور و كيلو بسكوت وطبعا ما نزلتش الفيديو لان انا ما عنديش اي وقت ولا اي حاجه وهنا بقى رحت دي هدوم الوقفه الهدوم الداخليه دي انا كنت جايبها لهم التوحيد والنور برضو امبارح يعني انا امبارح برضو اللي هو قبل يوم الوقفه بيوم ده برضو فرمت الصراحه وكنت عند امي ومش عارفه ايه وعديت على التوحيد والنور جبت لهم الهدوم الداخليه دي اللي هي البوكسرات والفلينات بتاعه يونس وياسين تمام وباباهم بقى كان هو اللي جايب لهم اللبس فانتوا طبعا عشان ما فيش وقت ان انا اوريكم مشتريات العيد فانا هوري لكم اللبس على الولاد لكن هو بقى جاب لهم بقى ايه آه الترنجات دي وجاب لهم الشباشب وجاب لهم شرابات وجاب لهم برضو تقوم علي تحفة جدا وجاب لهم كاوتشات ربنا يخليه ليهم بجد وبجد ذوقه لأول مرة يجيب لهم وذوقه بجد عجبني جدا جدا تحفة إن شاء الله انتظروا فيديو بقى العيد وهوري لكم كل حاجة طبعا وأصور لكم كل حاجة بس أهم حاجة يا قلب أختك والله العظيم لما ما بلاقيش حطالي لايك بجد ببقى خزلانة والله حطي لي لايك يا عيون أختك بالله عليكي حطي لايك الله يراضيكي وهنا بعد ما الولاد استحموا حمية العيد وبقوا نضافوا عساسيل هنا عمالين يقولوا لكم بقى حطوا لايك عشان إحنا بنحب ماما وبصوا انا هحاول انزل لكم الصوت خليني الشبشب احلى ام في الدنيا عشان قول ح... لهم حطوا العين عشان عشان مستي. مستي. ولا, ولا, ولا برشم صاحبك صح؟ ولا برشام يمس بيد ولا حتى يمس بيد شاطر حط لك يا حط لك يا عشان الميس بتتفرج عليك صح؟ مم. قول لها كل سنه وانت طيبه يا ميس